من الجزائريين ظلوا محافظين على إحدى لغات العرب القديمة التي تتميز بإبدال الغين قافا كقولهم قدا بدل أن يقولوا غدا، وهم بذلك يؤكدون ارتباطهم القوي الآخر ببطون عربية ما زالت تقيم حتى الآن في كثير من الدول العربية. وهؤلاء يقيمون في مناطق بالجزائر تمثل بحق مدنا عامرة. ربما يعيب علينا نحن أبناء هذه المنطقة والولايات المجاورة أننا حتى في القرآن الكريم نقول غير المغضوب، بيد أن هذا الأمر له أصل في لغة من لغات العرب ولكنها مهجورة، ولكن مع ذلك عزاؤنا في تلك اللغة المهجورة العربية. قبائل بنو هلال القادمة من صعيد مصر التي هجرها الخليفة الفاطمي نحو بلاد المغرب العربي، الموجة الأولى كانت في حدود 1050 ميلادي، ثم جاءت موجة أخرى وهجرة كبيرة أيضا في 1060 ميلادي، وكان لها الفضل أساسا في أنها هي التي رسخت وجذلت اللغة العربية في البلاد المغرب العربي وتحديدا المغرب الأوسط اللي هي الجزائر اليوم. منطقة الجلفة وضواحيها جاءت بين حاضرة إسلامية كبيرة اللي هي تيرت، أو ما يعرف اليوم بتيرت، إحدى محافظات ومدن الجزائر الشهيرة، وبين مدينة أو حاضرة المسيلة اللي كانت عاصمة الدولة الحمادية. فما بين هذين الموقعين في الجزائر مسافة قد تكون حوالي 200 كيلومتر أو 250 كيلومتر. لذلك نجد أن هذه القبائل لا تزال تحتفظ بوجودها بتاريخها في هذه المنطقة. فرصانة اللغة ونظافة وسلاسة اللغة العربية في هذه المنطقة يعود أساسا إلى أن هذه القبائل تجذلت في هذه المنطقة.